انه انتم بتدفعوا تاكسز اكثر من اي بلد ثاني وما عندكم بمقابلها اي خدمات. بما اني انا اشوف بلد زي الامارات او اشوف حتى قطر او اشوف الكويت او اشوف حتى السعوديه شنو يتصرفوا بغض النظر عن الثروات، بس اشوف دول ثانيه ما تمتلك ثروات بس حكوماتها تحاول جهد الامكان انها تمشي لهم الحال. مثل الاردن، اعطيني ملك في العالم او حاكم بلد لا يوجد فيها اي مصدر من مصادر الرزق، وكيف معيش شعبه بهذا الرقي؟ انظف عاصمه في العالم، ارتب بلد، اعلى تعليم، صحه، سكن، امن، امان. واحد مثل ملك الاردن ما عنده اي موارد في الدنيا، لا ما في شيء، ومخلي شعبه بهالرفاهيه وبهالاحترام وبهالتقدير، وجوازهم اقوى جواز عربي. ديني حكومه زي كذا، طبعا ديني حكومه زي كذا اكلمك اقول لك شابو. بس بالنسبه لي انا عندي، شفت من لما وعيت بحياتي، لبنان بالنسبه لي عباره عن مشاكل، عن طبعا عكس شعبه، عن طوائف، عن قتل، عن حروب اهليه، عن هذا سني هذا شيعي هذا مسيحي هذا درزي هذا، يعني كثير سوقوا